السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم ورحب بكم في حلقة جديدة التي سننطلق إن شاء الله من خلالها إلى اختراق الشبكات عن طريق توزيعة ويفي سلاكس. كيف تقوم باختراق الشبكات عن طريق هذه التوزيعة؟ سبق وأن شرحت في إحدى الدروس السابقة الطريقة عن طريق سكريبت HT VPS Breaker خاصة باختراق الشبكات الخاصة بالاتصالات المغرب الخاصة ب المصابة بثغرات الوي بي اس. جيد، كل ما سنحتاجه المستلزمات التي سنحتاجها يجب أن تقوم بتثبيت التوزيع على إحدى الأنظمة الوهمية سواء كان الفيموير أو الفيرتشو بوكس، أو يمكنك أن تقوم بتثبيت التوزيع على الفلاشة التي سبق وأن شرحت الطريقة. يمكنك أن تقوم بمشاهدة الدرس، أضع لك الرابط أسفل الفيديو إذا كان يهمك الأمر. جيد، بعد ذلك ستقوم بالإقلاع عن طريق اللايف سي دي إذا كنت تشتغل كما قلت، إذا قمت بحرق توزيع على الفلاشة أو على السي دي يمكنك أن تقوم بالإقلاع عن طريق اللايف سي دي. أما إذا كنت قد قمت بتثبيت التوزيع على إحدى الأنظمة الوهمية سواء الفيموير أو الفيرتي بوكس، كل هذه الأشياء إذا كانت تتوفر عليها، بعد ذلك يمكنك أن تقوم بفتح التوزيعة الخاصة بك. بعد ذلك ستظهر لك على هذا الشكل. جيد، بعد ستظهر لك على هذا الشكل كما قلت. بعد ذلك يمكنك أن تقوم بوضع سكريبت على سطح الديسكتوب. كما قلت، أنا قمت بوضعها على إحدى الفلاشة الخاصة بي. بعد ذلك سأقوم بإضافة السكريبت إلى سطح المكتب. هذه هي السكريبت، سأقوم بسحبها إلى سطح إلى الديسكتوب ثم نعمل لها هنا بيست. جيد، بعد ذلك يمكنك أن تقوم بالذهاب إلى التيرمينال. جيد، بعد ذلك يمكنك أن تقوم بكتابة اتباع الخطوات التالية. ستقوم بكتابة الأوامر التالية: سي دي ثم دي كبيرة ثم اسكتوب. كما قلت، هذه أسهل طريقة لاختراق الشبكات على الويفي سلاكس. يمكنك أن تقوم باتباع الخطوات التالية: تقوم بكتابة ان سي ثم ان زيب لفك الضغط على الملف المضغوط الخاص بالسكريبت. هذا هو الملف، سنعمل له كوبي على هذا الشكل ثم نقوم بعمل له بيست ثم اوكي مرة اخرى. تقوم هنا بكتابة كلير، بعد ذلك اوكي، ثم نقوم بكتابة ال سي لاظهار الملفين المضغوطين، الملفين الذي تم فك عليهم الضغط. سنختار اختيار رقم واحد، نقوم بكتابة سي دي ثم نقوم بتحميل السكريبت. يمكنك ان تقوم بالنقر على زر تاب لاكمال الكلام عن طريق الاسهم المتطابقة كما تلاحظ معي، انا سبق وان قمت بهذه المسائل. جيد، بعدك تقوم بكتابة ال سي. كما تلاحظ هذه سكريبت جاهزة للتنفيذ. سأقوم كما نفس الشيء، سأقوم باختيار نقطة سلاش ثم أتبعها بالسكريبت، تعمل له كوبي ثم تضيفها إلى نقطة سلاش. هذه المسائل سبق أن شرحناها في إحدى الدروس السابقة. تقوم بكتابة باش أو نقطة سلاش ثم تتبعها بالسكريبت ثم أوكي. جيد، كما تلاحظ معي هذه هي واجهة السكريبت ال HT VPS Breaker. كما تلاحظ هنا اختيار الأول الأتاك ومتكتي على الشبكات سبقا شرحتها، نفس الشيء بالنسبة للاختيار الثاني. الاختيار الثالث إيمون بولت خاص باختراق الشبكات عن طريق المعلومات. بالنسبة للاختيار الرابع اختراق الشبكات عن طريق البين. أما بالنسبة لاختيار الخامس فهو الخاص باختيار اختراق الشبكات المخفية. جيد، بعد ذلك ستقوم باختيار رقم 2 ثم تنتظر قليلا لما يتم إظهار جميع الشبكات المتصلة. كما تلاحظ معي هذه الشبكات المتصلة حاليا، كما تلاحظ معي هذه الشبكات المتصلة حاليا. ننتظر لما يتم تحميل جميع الشبكات، ننتظر لما يتم إظهار جميع الشبكات. بعد ذلك يمكنك النقر على Ctrl زائد C. جيد، بعد ذلك هنا كما تلاحظ معي هنا بالنسبة للون الأخضر هي الشبكات المصابة، فلا يهم فما دامت السكريبت تعتمد على المايك الادريس فلا يهم الالوان. ممكنك ان تختار اي شيء تريد، مثلا اللون الاخضر فهو الشبكات المصابه بثغره الوي بي اس. بالنسبه للون الاصفر نفس الشيء مصاب ولكن يمكنك اختراقها او لا يمكن اختراقها. بالنسبه للون الازرق فهي الشبكات التي سبق ان تم اختراقها، كما تلاحظ ما تم كراك لها. جيد، هنا سنختار مثلا سنقوم باختيار احدى هذه الشبكات المتواجدة حاليا او المتصلة حاليا. سنختار احدى هذه الشبكات، مثلا سنختار الشبكة رقم 3. نقوم بكتابة 3 ثم اوكي ثم ننتظر، سيتم اختراق هذه الشبكة في اقل وقت ممكن.
انتظر قليلا، كما تلاحظ معي الآن سكريبت جاهزة للتنفيذ، أو تم الهجوم على الشبكة. ننتظر ننتظر قليلا، كما تلاحظ معي الآن سيتم اختراقها. كما تلاحظ تم العثور على البين وبعد ذلك الكي، كما تلاحظ معي هنا هذا هو الباسورد وهذا هو البين. كما تلاحظ هنا الوقت الذي استغرقت في هذه الشبكة لاختراق هذه الشبكة فهي أقل من دقيقة كما تلاحظ معي، طريقة بسيطة للغاية. كما تلاحظ هنا البين، إذا تم تغيير الكلمات على مرور الشبكة يمكنك أن تقوم بإعادة الكلمة السر عن طريق اختراق الشبكة عن طريق البين. فكما تلاحظون فالعملية بسيطة للغاية. وإلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الدرس. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك على قناتي حتى يصلكم كل جديد، وشكرا على المتابعة. إلى دروس قادمة إن شاء الله.